للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا الاعلامي والصحفي العراقي الاستاذ زياد السنجري. استاذ زياد، بدايه مرحبا بك. نفوذ الميليشيات ازداد تزامنا مع ظهور تنظيم الدوله، وهو ما يطرح تساؤلا عن التنظيم. كيف استطاعت من وجهه نظرك الميليشيات ان توظف ظهور التنظيم للسيطره على العراق؟ مساء الخير. اهلا. بكل تاكيد نحن نشاهد الموقف عن كثب وما يحدث الآن في العراق. الحشد جاء بناء على فتوى الجهاد الكفائي، وهذه الفتوى انتفت منها الحاجة، خاصة بعد زوال التنظيم أو تحجيم تنظيم داعش الإرهابي. ولكن اليوم نشاهد الحشد الشعبي وهو يعمل بآلية لا تختلف عن آلية عمل التنظيم داعش، خاصة في المناطق الغربية وشمال العراق، ولكنه استحدث وتوسع أكثر ولديه مستشارين. فالحشد الشعبي اليوم هو هيكلية عسكرية شبه متكاملة، بعيدا عن السيطرة الحكومية تماما، وله قيادات خاصة به تعمل وفق أوامر إيرانية ومن الحرس الثوري وغيره من القيادات الإيرانية وخامنئي، وهو أمر لا يخفى عن أحد ولا ينكره أصلا الحشد. أتحدث عن أكداس عتاد، عن صواريخ، عن أسلحة نوعية ليست دفاعية وإنما هجومية، عن مديات بعيدة لربما تستهدف دول في المنطقة، دول الخليج اليوم، أهداف الأمريكية، المصالح الأمريكية، المصالح النفطية في الخليج والدول العربية مهددة اليوم من قبل الحشد. نتحدث عن منظومة اقتصادية، الحشد اليوم أنشأ منظومة اقتصادية متكاملة، فهو الذي يجبي الأموال من أصغر مواطن، أي مواطن الآن في العراق يجبي منه الأموال، حتى لو كان لديه بسطة، الصيدلية تدفع، أبو المولدة يدفع، السائق الشاحنة يدفع، بدون ما يدفع لا يمكن عبور سائق الشاحنة من منطقة إلى منطقة أو من جسر إلى جسر. إذا نتحدث عن أموال تضخ بكميات هائلة لدعم الحشد وبناء الدولة داخل الدولة، وضعف الدولة المركزية والحكومات المحلية أدى إلى تسنم الحشد كل المناصب الموجودة. سيطرة الميليشيات لم يكن عسكريا فقط، وإنما هناك أيضا منظومة اقتصادية متكاملة مثل ما تفضلتم، ولكن من وجهة نظرك إلى أي مدى كان يراد منذ البداية أن يكون أو تكون ميليشيا الحشد على غرار الحرس الثوري في إيران؟ هذا هدف كان كبير، ولكن كان عليهم أولا إنهاء اللعبة وتمهيد الأجواء، لعبة داعش، وهو ما اخترعه المالكي وزبانية المالكي من أحداث وأعمال جعلت إنتاج داعش مسألة طبيعية نتيجة الظلم والقهر الذي تعرض له العراقيون، ونتيجة أعمال الاعتقال والتنكيل والتعذيب والإخفاء القسري، وهو ليس جديد في العراق. نتحدث عن عمليات هولوكوست تعرض لها العراقيين. إذا كان اليهود هولوكوست واحد، ففي العراق هناك ألف هولوكوست، هناك مقابر جماعية ينسبونها للنظام السابق، بينما هي الحقيقة هي جثث لعمليات إبادة تعرض إليها مواطنين وقرى ونواحي، ونتحدث عن أعداد هائلة وآلاف مؤلفة من المغيبين، من المعتقلين في جرف الصخر، في سامراء، في بابل، في بغداد، في الموصل. نتحدث عن سجون سرية، نتحدث عن مراكز اعتقال، نتحدث عن عمليات تصفية، تسريب فيديوهات، العثور على جثث. إذا هذا الهولوكوست الذي يعيشه العراقيون اليوم، هذا له دلالات على إيران أن تصنع من العراق بيئة مناسبة. أولا مدها اقتصاديا، وجعل العراق هو بوابة الأولى لمد الاقتصاد الإيراني المنهار وشراء الدولار وإنشاء المصارف. طيب، الاقتصادية مع هذا التوسع في النفوذ الاقتصادي أيضا، كيف تنظر إلى إعلان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض إغلاق المكاتب الاقتصادية؟ بناء هذا ليس مخفي على حد. إضافة لذلك أخي الفاضل، بأن العراق سيكون الصمام الدفاع الأول إذا ما تعرض إلى هجوم بري، إذا ما تعرضت إيران لهجوم بري. إيران اليوم لا تقاتل بأيديها ولا تقاتل إلا ببعض المستشارين،
بينما الذي يقاتل هو حزب الله في لبنان، والذي يقاتل هو الحوثي في اليمن، والذي يقاتل هو ميليشيات فاطميون في سوريا، والذي يقاتل الآن في العراق هي ميليشيات الحشد، ولكن المصلحة هي مصلحة إيرانية. إذا أبناء العراق وأبناء الأمة العربية هم وقود لمعركة إيران وصراع الإرادات الدولية والإقليمية التي يحدث الآن. ماذا عن دمج هذه الميليشيات بالقوات الأمنية؟ ماذا عن دمج هذه الميليشيات بالقوات الأمنية؟ كيف تنظر إلى ذلك؟ وهذا ما حدث بالفعل. نعم. أستاذ زياد، إذا إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة ربما منضغطة من الإدارة الأمريكية في ضوء كل هذه الأمور؟ الحكومة عاجزة، الحكومة بكل تأكيد حكومة منصبة من قبل تلك الميليشيات، لا يمكن لها أن تكون إلا وسيط في نقل الرسائل ما بين الإيرانيين والميليشيات وما بين حكومة الأمريكان. قرار دمج الميليشيات كلنا سمعنا به ولكنه لم يطبق، والعكس صحيح، شاهدنا البياض يذهب كقائد ميليشيات في العراق يفاوض الروس الذين استقبلوه، والذين لربما يشتري منظومة S-300 المقاومة للطائرات، وكذلك ممكن أن يشتري بعض الطائرات الروسية التي لربما تفل بالغرض لإدامة الزخم وعمليات التي تحدث الآن من تغيير ديموغرافي بحجة مطاردة حلول داعش في العراق. فإذا نحن أمام جيش موازي لغير الجيش العراقي الموجود، وأصلا هذا الجيش تم صنعه من قبل المحتل الأمريكي بدون عقيدة وبدون ولاء للعراق، والآن يحارب هذا الجيش أيضا من قبل تلك الميليشيات لجعل العراق مجرد تابع دليل إلى إيران، وهذا أمر مؤسف وكبير جدا علينا أن ننتبه له جميعا. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.